حبيبي جيت نعطيك الخلاصة متاع الويف. الويف ويفز ويفز ولا ويف. بشكر معكم في الحلقات محمد عبد الله فونداتور متاع انيم وارك اللي هي عانيك بحلزون ارت موفمنت والبروديكسيون ايماج اللي قاعدين نشوفوا فيه تاو. انت تنجم تريني، انت تنجم تحرك، وانت تنجم درشنية مخك تردوا اقوى من الحاجات هذيك. سو ملخص بتاع الويفز تك 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 ما فما حتى ريفيرانس في تونس يتسمى به يقول لك ميكسي مش نورمال. بالنسبة لي انا كلها ميكسي كيف بعض. لا 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 فهميش فهميش. انتو ما تلوجوا على وين ضرب التراك هذيك باش تمشيوا تخدموا غادي على خاطر ما نعرفش عليه الحقيقة. في تونس في دونس ما زاد ما خلطنيش اللقطة كلنا لوجيك كان كيرجكو ستوديو وفما مش برشا عباد قاعدة تعمل في فورماسيون على لوجيك. في الريادة هذية نهبط شوية عباد على CLA كومبريسور. انتي سهلة تبدأ مغروم شوية مغروم شوية تحل تليفونك كما حكيت الحلقة اللي فاتت. نجم تتعلم تشد كي ميكرو، نجم تصب موزيكا، نجم تعمل برشا حاجة. فهم برشا صغير قاعدين يسألوا فيا يقولوا لي كيفاش نتعلم، كيفاش درشنية، كيفاش نجم، كيفاش وما عنديش. برو روح ما عندكش لازمك تخلق، تمشي تتحرك تخلق الحاجة هذيك باش تولي عندك ومن بعد تبدا. بيرسونال مو مازلت ما بديتش، اما نخلق في الحاجات بشوية بشوية باش نجم نبدا. سو انت اخلق امشي لم ترب برو ترب ترب اخدم اي حاجه. انت عندك اوبجيكتيفك ترب في اي حاجه اخرى باش تلم منها الفلوس وباش تمشي تشري بعد الحاجه ذيك اللي باش تبدا تعمل بها. وزاده ما في تونس هكاك الريت ماهوش كاسح، ماهوش زاده راه ولا كدرجه يخوف ولا يتعب. كلها ظروف مخيه، فهمي ظروف ماديه. مخك انت جاوك به نظيف، عندك اوبجيكتيفك صباح تفيق صباح تسعى على ربي تقول يا ربي نحب هذيك الحمد لله باش توصل لها فاسيل. التشتتيات والمعيزيات والفزيزيات هذوكم يشدوا لك التفكير نتاعك وترسيك تقول لا ما نخلطش، وترسيك تقول لا ما نجمش نعيش في البلاد هذه خاطر برو ما فهميش منها. برو انت تركز ركز ركز في حاجتك، مش تركز انك تحب تولي سوبر ستار وميم طون تولي عندك حبيبتك فيديل وميم طون بيحكيوا عليك العباد الكل. لا لا برو ابعد على اي حاجه تقلقك تحسها غريبه الاطوار من الاخر.